السوريا صاحب الزمان مدد يا رجال الله. السلام عليكم أيها المؤمنون والمسلمون. الحمد لله الذي أدركنا شهر رجب المرجب شهر الله، فليكن مبارك عليكم على عالم الإسلام وبالأخص أهل مصر عصمه الله من كل الفتن. عبد ضعيف جاء في بالي أن أخاطب أهل مصر، مسلمي أهل مصر، السلام عليكم يا أهل مصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكبر بلدان، أكبر بلد في بلدان الإسلام وأقواهم مصر، المصر المهروسة، مهروسة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا هذا. هم متمسكون، مؤمنون، وشاكرين الله بإنعامه لهم أن يقبلوا دين الإسلام وأن يكونوا مدافعا طول العصور على غير المسلمين، كفرة الفجرة إلى سنة 1952 كانوا مدافعين لشرع الإسلام ويعظمونه. نرجو الله أن يكونوا مدركين هذا الأمر ويرجعوا كما كانوا قبل الثورة شيطانية كفارية جهنميين الذين هم كانوا ضد أهل الإسلام وهم سرقوا ملك فاروق من بلده واستحكموهن بوعود كاذبة. هم كانوا
أعوان شيطان. أشد عدو للإسلام هؤلاء القوم اللي قاموا بالثورة بمصر وقلبوا الأمور من الأول إلى الآخر وجابوا مش نظام هزلة اللي هزلة الشياطين أشد الأعداء لأهل الإسلام من مختلف الأديان مختلف الملل فجابوا بمواعيد كذبة حتى وصلت الأمر اللي نحن فيه أهل مصر شرف أهل الإسلام بعلمائه بملوكهم بكل شيء اللي كانوا يتصرفون باسم الإسلام هم كانوا مجتهدين محافظة شرع المتين ثم أيها المسلمون أهل مصر ليلة رجب مرجب رغائب رغائب وصل اليوم يمكن 10 أو 11 يوم فليكن مبارك عليكم وعليكم سيد فنرجو الله أن يكون من بعد هذا الشهر المبارك أمركم موافقاً للشرع المتين آمين هذا أملنا آمين من أهل مصر أذكركم أيها المسلمون لأن الله عز وجل يقول فذكر كتاب للنبي عليه الصلاة والسلام تذكير مهم من نرى الأمر ما قد حصل قبل سنة الشيطان وأعوانه قد زرع فسرى بذر كفر في البلدان و نساته إلى الآن موجود بذرات تبع هذول شياطين القوم وهم سموا سم قاتل في أفكار المسلمين وجعلهم مختلف الفئة هم يا أهل مصر أنتم عرب تفهم العربي
حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستبترك أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ هم الذين اللي أنا وأصحابي عليه، الذين هم معي ومع أصحابي. صراحة الباقي أهل الفساد أهل النار. فليكن مبارك على أهل مصر رجب مرجب شهر الله جل وعلا، وأرى الأمر أن الناس يجادلون أو يقاتلون أو يصارعون مع بعضهم لتنصيب رئيس الجمهورية. جاءني خاطر أن أقول: يا هل ترى هذا رئيس رئاسة الجمهورية جاي على الأمر من رئيس الجمهورية السماوات؟ يا أهل مصر، هل تظنون أن رب السماء هو رئيس جمهورية أو سلطان الله جل وعلا سلطان المطلق حق ملك الملوك حق خالق الأكوان هو واحد منتخب حسن؟ من أين جبت هذا رئيس الجمهورية؟ تو عليكم، هل يدافئ أن يكون بمصر رئيس الجمهورية؟ حاشا، ما ينجح أبدا إلا بده ملك يملك أرض ويحكم بما أمر الله جل وعلا. هذا كفايتنا. النصيحة للكل أنه لو أمرهم بتنصيب بانتخاب رئيس الجمهورية، هذا من السماء، من رئيس الجمهورية في السماء مقبل، لكن السماوات سلطان فيهم، مش جمهورية، مش منتخب. هذول الأشياء هل هزلت الكفرة الفجرة؟ عيب عليهم، عيب على أهل العلم بمصر حيث ما يشرح لهم عن الأمر. في السماء أمرهم سلطان السماوات والأراضين، كيف أنتم تجيبوا تجادلون من شان تنسيب رئيس الجمهورية؟ عيب عليكم يا أهل مصر، عيب عليكم. مش مرة، 70 مرة فارجعوا إلى شريعة الله. آمين. فليكن عندكم ملك متابع لخليفة اللي هو على
وصول من حضرة الرسالة من شريف نعم إلى شريف إلى شريف ما أمر بقي عند ملك أردن جلالة الملك عبد الله وآخر آخر نسل النبي واجب على المسلمين طاعته وأن يعاونه لأنه حامل علم الإسلام بده يحمل إلى ظهور المهدي عليه السلام أيها العلماء بمصر عربياتي قليل لكن من القليل أن تفهموا كثيرا بس هذا العبد الفقير ضعيف أذكركم لأن الله أمر جل وعلا أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إذا على الخطأ جزائي من الله ومنكم إذا أصبت فالله جل وعلا راض مني برسوله عليه الصلاة والسلام أيها العلماء مصر أهل العلم أيها المؤمنون اتركوا ولا تفرقوا الله جل وعلا يذكركم أيها الناس واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كيف أن تعملوا فرق في مصر ما عندكم دين إيمان شرف وناموس كيف ترضوا كيف تردوا أمر الله حيث يقول جل من قائل ولا تفرقوا إذا ما سمعتم الله بده يربيكم تربية هذه ما وقع قبل مثله هذا الخطاب اللي وارد في قلبي قلب عبد ضعيف وأمي كذلك أنتم العلماء لكن ويل للعلماء الذين هم يخالفون أمر الله أشد العذاب يوم العلماء يوم القيامة للعلماء أيها العلماء احفظوا شرفكم بينوا الحقائق فارجعوا إلى شرع المتين اتركوا حد جمهورية ممهورية ما في قال أذكرت أحذركم خذوا خزركم وإلا إن عذاب الله شديد إن بعث ربك لشديد بدو ربيكم يمهوكم ما يترك ولا واحد جاي يعني يقرب حد بش من رب السماوات والأرضين أيها عامة أهل مصر لا تنغروا بهؤلاء القوم لساتهم أذناب هذا الكفرة الفجرة حتى ما يتوحدوا حتى ما يصل أهل الإسلام قوة بده يصل
الوقت اللي بده يصل المهدي عليه السلام، وبشه شديد يعني بشه بش من بش الله فمن الله التوفيق. أنا ضعيف تعبت يا ربي اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيلك يا رب. يا ربنا يا ربنا خير لنا اذا ما سمعنا امرك يا ربنا. توبة يا ربي توبة يا ربي توبة. يا نجبا مصر يا نكبا يا بلالا تداركوا امر المسلمين بمصر يا رجال الله يا رجال الله حجينا أراضي الناس أمان الأمان الأمان. وفعنا وفي لنا والحمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يا سيد الأولين والآخرين يا حبيب الله يا رسول الله رجعنا إليك. ابعث لنا يا رسول الله من يرتب الأمور، من ينظم الأمور. ابعث لنا مهدي عليه السلام ملكا عادلا. آمين. اطلبوه مهدي عليه السلام. آمين. لا تكاثروا كلام على مهدي عليه السلام، ينزل عليكم بطش من السماء فورا حتى ما يدركوا من أولئك القوم اللي يأتي على ضد على هذا الكلام، ما أظن يدركوا رمضان مبارك عيد مبارك. آمين. توبة يا ربي قد بلغت ما أوتيت في قلبي عفو يا رسول الله. توبة يا رسول الله. أي رب العزة والعظمة قادر مطلق سبيز عجز لبك مقتدر olan kullar bize ya Allah ya Rabbi. Ol Habibi Ekrem'in hürmeti. Ebi hürmetül Fatiha. Tübna ve cana ileyk ya Rabbi. Hadi Arabiyeti. Men yefhem yefhem. أذنت لهم للسامعين أن يصححوا ويرتبوا ويقدموا للمسلمين. آمين. فجزاهم الله كل الخير، بالأخص الشيخ أزهر الشريف وسائر علماؤنا اللي نحن نبوس أيديهم إذا أمكن رجلهم كمان أنا أبوس، لأنهم أهل العلم موقرين معززين. الله أكبر. توبة يا ربي. فاتحة. كل الجمهوريات أفلسوا خلاص، بده يرجع الأمر للملوك بإذن الله. آمين. بأمر الله. آمين. ما يمكن أي قوة
يستقبلهم أو يردهم. بده يكون نفس الشيء في بلدان الإسلام جميعا. آمين. و أيدوا ملك أردن الذي هو من نسل النبي آخر غصن، ونحن بايعناه لأنه هو يمثل شجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا، وهذا يومنا يوم عهد المهدي عليه السلام. الله يعطيه قوة والشرف والعزة حتى يحمل مسؤولية عظيمة أيده الله، أكرمه الله، عظمه الله بجاه نبيه عليه الصلاة والسلام. فارجعوا بايعوه الذين هم ما يبايعونه يبايعون الشيطان عاقبته ويل. أذكركم فاذكروني أذكركم الله جل وعلا. الله سبحانك يا رب، سلطانك يا رب، لست رئيس الجمهورية. حاشا يا رب، أنت رئيس الجمهورية. حاشا أبو سلطان. سلطان يا أهل العلم كيف تقول الله رئيس الجمهورية في السماوات؟ حاشا أبو سلطان. سلطان سلطان الكونين لبسوا أن يكون سلطان الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فارجعوا له، اسمعوا له، تنجوا وتتشرفوا. الله يلبسكم هيبة شرف دنيا أخرى. آمين. سلوا السيوف على ضد أهل الإسلام. فاتحة.